تعبان سلم. ما عرفش شكون اللي سلم. واحد النهار داير الرقيه ديالك وتايدير وقال السحر حيت في الرقيه كتولي كرشي دايره ليا. قبل ما نتزوج بعام انا ماشي هي هذيك، انا ماشي هي هذيك، انا ماشي هذيك. قبل ما نتزوج بعام مشيت وليت كنوشم وبقيت شي هذيك، بقيت شي هذيك. واخا طيب، انت ملي تزوجتي شحال من عام استمر الزواج؟ 8 شهور. صافي صافي، قلت لي طلقني. كيجي عندي كنشوفو قرض ما كنحملوش، كيقول لي داكشي في راسي الا تفاقتي معاه غترتاحي. صافي خش كنحملو، خش كنحملو، وخليت كلشي وجيت. صافي جيت، ملي جيت الدنيا مسكين امي الرقية كنحس براسي غنحماق. تنقول امي راه غنحماق، راه غنحماق، عرفتي ما عرفتش داكشي واش الساحر الجنون ولا داكشي اللي فيا بغا يحمقني ولا ما عرفتش. قلتي وقع لك شويه في الوجه وفي الشعر في كلشي؟ لا وجهي باقي يدي مشوهين، يدي كانوا مقشرين بحال الحوت. هضرنا الرقية اناسي جينا للدار حنا كتكذب، ولكن شعر الشيخ كله مشى كله طاح. عبد الرحمن بزاف هو ابو سهيب، ولكن الحرق الحرق الحرق. منين جينا عند الزوجه ديالك قالت لي ما خاصهمش يديروا لك الحرق، يديروا لك فك العقد وهذا. خرجت لها هي واحد طيار واقيلا ما عرفتش، ولكن باقي باقي فيا داك الطيار تنحس بيا ديالي. وواحد النهار قلنا لابو عبد الرحمن دير لنا رقية تفك العقد، وحسيت براسي بحال تيدير طق طق طق، وكنسمع الرقية ديالك فك العقد. ويحلم باللي شني عندي، كنحلم بحيوانات ومرة بالاعتداء. واحد الخطرة نعسة في الليل، نعسة حداها وبدات تطرش في وجهها وتضرب في وجهها وتكمشر وعرات شعرها، بدات انا الاسد انا الملك، وخلعتني وجرت عليا انا من البيت. ما عرفت كل نهار كيف خرجي اتحاد، يعني خرجي ما نعيش انا ديك الليله. خفت خطره تيجي كلب و كيف كلب هب هب هب. ما عرفت اخويا حديق والنص ديالي واحد النهار دوات مع باركين، خرج واحد الصدقه تمشي انا الجمعة والسبت، بدات تضحك وانا صحابي كنضحك على الجيران، حنا ما ساكنينش هنايا. كتمشي تضحك على الجيران، تبدا تهضر شي انا الشيخ نعترف ليك، انا الشيخ ادريك، انا الشيخ اول مره غنسمع الرقيه ديالك. دابا موي صدقات نهار الجمعه كنخرجوا قصريه، وقالتيني في واحد الدار ديال خالتي هنايا النهار خدينا الموعد وحنا جالسين على اساس غندوزو. المهم مي صدقات غد ليه الجيران كيهضروا على خسري الكسكس، الكسكس اللي خرجش بدات يدادو قال لا طاح حنا ساكنين حدا الجامع. المهم هو يتنقز هذاك اللي انا بقيت كنضحك، انا تصدمت من راسي تقول لي ماما بنيتي ولي شات الشي شات قلت الحياه سكتي عمرها ما نطقت. وهي تقول ها نتوما مسلمين الرقيه وكلشي ما كانش تهضر تدير غير الاشارات، نتوما مسلمين وكدابزو على الكسكس وانتوما هذا. هو يقول لهم غديوني عند الشيخ نعيم، بغيت تقتلوني انا غنعترف ليه، حيت المهم خلات فين دتني، دتني حتى للسوس، دتني لمراكش، ما خلاتش ما فين قال لي سيري تعمل وين ورا صاتي يقتلني العصا بقي شكي ولات كنخاف من الرقية ديك العصا تيقتلوني. شوف اسمعي اسمعي، دابا انت نفسيتك ماشي هي هذيك، بقي شكي غتعالجي 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 ان شاء الله. وانا باش ترجع الخدايم ترجع لها ان شاء الله، نطلب منه الخير في يدك وفي يد الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى، نعم لا حول ولا قوه الا بالله. شويه راه صور ما ثم راه كانت ملي جات كنقرب راسي مع الحيط، كنت راسها مع الحيط وتخرج لي عرقانه طاجه تنشدها ما تنعيش الليل كامل اللي كامل يتعوض تنبغيها وتفرقوني عليها. اشخاص يهضروا كل مره واخا طيب.
تمدينا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كبير كثير طيب مبارك فيه. حمدا به تنزل رحمات الله عز وجل وملائكة الله عز وجل وجند الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن ينصرنا على الأبالسة والمرضة والشياطين، ونعوذ بالله من شر كل كافر وفاجر وساحر. فبسم الله نبدأ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تزوجت فتغيرت، تزوجت فعذبت، صح ام لا؟ بفعل شياطين الانس والجن اجمعين. لم يستمر زواجك ثمان شهور كله جحيم، فاصبحت ترى زوجها قردا بشعا، لم تعد تقوى ولا تقدر على البقاء، ففضلت الرحيل والسفر وطلب الطلاق فطلقت. إنه سحر التطليق والتفريق، وشيطان صعد الأهل، شيطان أرسلوه حقدا وغلا وحسدا حتى تفرق. وبالفعل جعل التفريق بينها وبين زوجها، ما كان يتكلم، لكن بفضل الله لما استمعت إلى المقاطع صعدت الحية تشكو وتئن وتعترف، وصعد الأسد يقول أنا الأسد والعاشق الملك، وصعد نباح الكلاب أيضا، مجموعة من الجن والشياطين سكنت جسدها، فغيرت حالها حبها عشقها، فأرادت بها القلة والذلة، شوهت جمالها، أضعفت بدنها، فجعلتها الأرق والسهر وعدم الأكل، تعذيب بدني ونفسي وروحي في كل شيء. طلقوها وأمرضوها وعزلوها، وفوق كل هذا أبى يستمتنع من نطق الكلام، لكن الله أنطقها، وهو الله الذي أنطق كل شيء. إن السحر الذي صنع لهذه الفتاة، هذه الشابة، سحر يسمى سحر التفريق والتطليق، مع تشويه صورة الزوج وتشويه رائحته وشكله وقربه وحبه ووده، لم تعد تطيق سماع الصوت ولا رؤية الصورة بفعل الجن والشياطين التي تربعت على القلب وعلى العقل معا وعلى الرؤية، فأصبح العاشق المالك الملك المتملك البدن بخدام وحراس وأعوان، سحروها بأسحار عظيمة حقدا وغلا وحسدا. أي نعم، أذلهم الله
وأخزاهم الله وعذبهم الله، يفرقون به بين المرء وزوجه، حقيقة لا مراء فيها، سحر منه ما يفرق بين المرء وزوجه، كما قال الله جل في علاه، بأسباب كثيرة بالسحر، والسحر أنواع، وخدامه أنواع، وأحواله وأشكاله أنواع، شيطان سلط عليها فما رحمها حتى أطلقها، ولا زال الآن يعذبها، بل إن من كيدهم ومكرهم أن السر الذي به حظيت بقبول الزوجة بد أن يبيد وأن يختفي بمرح، وهو الحسن والجمال ولين الكلام، فتبقى في الآهات والآلام والمعاناة بالليل والنهار، ما أذلهم وما أخزاهم، عذبوا الإنس وعذبوا الجن، وهو الآن صاعد يسمع، تربعت على قلبها وعشقت روحها وأنفاسها، ما زالت في عشرينات من عمرها وتسمى الآن مطلقة، ولم تعد تنظر إلى الزوج والزواج، وتنظر إلى الصحة والعافية، مراتب الجن والسحر عظيمة، فاسمع واعلم، فاسمع يرحمك الله، أما عذبتها؟ أما عذبتها؟ أما أمرضتها؟ أما طلقتها؟ أما عذبتها؟ أما أمرضتها؟ أما طلقتها؟ كثير من الأخوات وبنات المسلمين والمسلمات على هذه الشاكلة، طلاق بلا سبب أو لأتفه الأسباب، تغيير في الطباع والمزاج والانفعال والسلوك والرؤية والصورة والصوت بين زوجين، مما يجعل الصدى يضيق والقلب يحزن حتى يتم أمر الفراق والطلاق، والجن العاشق المالك للبدن فرح مسرور أنه تملك الجسد وحده، فعزله وليكن في الحسبان أن السحر حينما يصنع على هذه الشاكلة فإنه لا يتوقف على سحر فلان، فإن فلان قد راح وذهب، لكن تبقى العلو دائمة باقية، بمعنى أن العاشق تملك البدن فلا يرضى بالدخيل كيفما كان، إلا إذا كان الأمر يرجع إلى لحظة عابرة أو كلمات يسيرة، نعم فهذا يرضيه، أو كان الأمر يسير في طريق ذلة أو قلة أو حرام فهذا كذلك يرضيه، أما أن يكون الأمر نقيا طاهرا صفيا باقيا بفضل الله جل وعلا فإنه يضيقه ويؤذيه ويعذبه، فهو العاشق. إذن وراء الأكمة ما وراءها بعد الطلاق والفراق والبعد عن الزوج، إنه يخطط لمكر وخديعات، لكن الله تعالى سلم فأنطقه، ووجب الأخذ بالحذر، لأن العاشق الساحر إن لم يسلم لرب العالمين صدقا ويخرج حقا فإن البدن يلقى معه الذلة والإحان، فإن البدن يرى معه الذلة والحرمان، فإن البدن يرى معه الذلة والحرمان، نعم الذلة خاصة في البيتوتة والزوج والفراش الحلال، فلا بد أن يعي الأمر، أن نعي جميعا ونتفطن أن على رأسها من يعشقها ويحبها، وقبل هذا كله يخدم
بجدارة وبقوة سحرا عظيما سحرا عظيما. فنسأل الله تعالى الحي القيوم أن يحفظ نساء المسلمين وبنات المسلمات، وأن يجعلهن طائعات راشدات، وأن يجعلهن تقيات نقيات، وأن ييسر أحوالهن مع أزواجهن في بيوتهن وفرشهن على طاعة الله جل وعلا، وأن يشفي أبدانهن من كل داء كان حقدا أو غلا أو حسدا أو سحرا، وأن يرفع الله جل وعلا الغمة عن هذه الأمة، وأن يجعل سبحانه جل في علاه بمنه وفضله وجوده وكرمه الخير والبشرى في السر والعلن. آمين آمين آمين. عاشق، لا نريد لك حرقا ولا عذبا ولا قتلا ولا موتا، أنت جني شيطان يمضي عليك سهم الموت يصيبك فيقتلك قتلا، ولا نرجو لك ذلك إلا أن تكون بفضل الله جل وعلا تقيا نقيا طاهرا عابدا ربك جل وعلا، أن يعطي الله عمرك وأن يأخذك إذا أخذك برحمة ولطف ومحبة إلى جنات عالية. فاسمعنا، إن السحر الذي صنع لها باطل وحرام، صح لا؟ عذبوها وأنت طيار، عذبوها بسحر عظيم وجاءوا 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 بسحر عظيم. فبسم الله نمضي، بسم الله نمضي، وبسم الله نبدأ، ونسأل الله تعالى البركة والتيسير. أقبل علينا بحق وبنور. شيطان، كيف جئت إليها؟ لما تكلمتيش غادي نضلك. كتسمعني؟ يا رعية، كيف جئتيها؟ كتبوا ليها السحر المكتوب. نعم كتبوا. طيب شنو كتبوا؟ تفريق. قد تكلموا لغا نضلك. نضلك معقود، مكتوب معقود ومأكول. طيب اسمعني جيدا، انا نساعدك. كتسمعني واش نعذبك؟ نساعدك يا هيا قول لي شحال نعمت فيها. مأكول. شكون اللي شلنا في يدها؟ علاش وشنا؟ هو الراس. هو الزوج وبعد الزوج. ها؟ شو غتكلم؟ غتكلم ولا غادي ندير تعذيب؟ اسمعني، أنا باش نعذبك. اسمعني. كتسمعني؟ تكلم معايا. هاي. هاي صعب صعب. شو معايا؟ لا إله إلا الله 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 ل
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ما توقفيش ما توقفيش لا اله الا الله لا اله الا الله ما توقفيش ما توقفيش لا اله الا الله لا اله الا الله ما توقفيش ما توقفيش لا اله الا الله 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 لا اله واصلي واصلي يا واصلي لا اله الا الله 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 صافي سخفتينا واصلي لا اله الا الله 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 هاي هاي واصل 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 لا اله الا الله 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 لا اله الا الله
لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. كلب جو هيا 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 وصل هيا وصل ليلى هيا كلب صعد كلب هيا هيا واصل واصل هيا لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اسمعيني اقولي لعن الله الواشمات والمستوشمات لعن الله الواشمات والمستوشمات والمستوشمات لا آه. لعن الله الواشمات والمستوشمات لعن الله الواشمات واه سير بعد مني يلا يلا بعد مني لعن الله الواشمات والمستوشمات والمستوشمات لعن الله الواشمات 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 والمستوشمات هيا هيا لعن الله الواشمات والمستوشمات 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 شي حاجه عندي هنا يلا هيا اكيد لعن الله الواشمات لعن الله الواشمات والمستوشمات 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 الله الواشمات والمستوشمات لعن الله الواشمات والمستوشمات شي حاجه هنا لعن الله الواشمات والمستوشمات هيا لعن الله الواشمات والمستوشمات لعن
لعل الله الواشمات والمستوشمات 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 الله الواشمات والمستوشمات لعل الله الواشمات والمستوشمات لعل الله الواشمات والمستوشمات هذا هيا هيا مسخوط هذا يلا هيا لعل الله الواشمات والمستوشمات هيا سير بعد مني لعل الله الواشمات والمستوشمات هنا لعل الله الواشمات والمستوشمات لعل الله الواشمات والمستوشمات شوف جبت داكشي اللي عندها في الكرشي الله وصلقنا دغيا لعل الله الواشمات والمستوشمات راك قتلتيني لعل الله الواشمات يلا في البدايه سير لعل الله الواشمات والمستوشمات داكشي هنا 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 وهنا جبت ماكول ومشروب لعل الله الواشمات والمستوشمات لعل الله الواشمات والمستوشمات شوف دابا بلا ما نخرج نكثروا في الهضره هنا العافيه 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 يلا لعن الله واش المستوشمات زي لعن الله الواشمات والمستوشمات لعن الله الواشمات والمستوشمات لعن الله الواشمات والمستوشمات صحاب راسك راه حتى لي شيخ حتى انا راه عندي الملك ديالي يا ناس سي حتى انا عندي الرتبه ديالي صحابك انت ماشي مشكل قالوا لي راك خطير ولكن انا وياك تحدي يلا انا ما كنتحداك شو انا باغي نهديك الى الله تعالى شوف باش كل غير غلب انت ولا انا انا ما رفعش التحدي انا رفع الهدايه والدعوه فهمتيني تا هي عيات من الدعاء وعيات من الصلاه شتي انا يلا هيا هيا لعن الله الواشمات والمستوشمات سخفنا ولا سخفتي يلا قولي يلا بديت يلا لعن الله الواشمات والمستوشمات لعن الله الواشمات والمستوشمات الخابية كاينة هنا لعن الله الواشمات والمستوشمات 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 وشوفي واش ما انا مالي وانا مالي لعن الله الواشمات والمستوشمات لعن الله الواشمات والمستوشمات شمشمشي يقول بق لعن الله الواشمات والمستوشمات شوف ها انا كنسمعك ورا ما عندهاش هدية سير بيطلقنا دغيا لعن الله الواشمات والمستوشمات لعن الله الواشمات والمستوشمات شات الشي هيا 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 نايم مع راسك لعن الله الواشمات والمستوشمات لعن الله الواشمات والمستوشمات شوف بيطلقنا دغيا كلشي كيدار هاي بالظهر وكلشي قتلتوها رجعتوها شي بانيه وبقى صغير ها لا كدير شي مشيات كدير شي مشيات نوريهم للتخلع ديال العجوز اه حيت كانت فيها حيه عجوز بغيت نشرب فينك انا نشرب لفك الانسان يعطيني نشرب هاك هي الانسانيه زيد
هي الانسان حلوله حلوه. لا لا ما تشربهاش هي وكلوها وتعاود تتوكلها صافي كتشرب صافي هذا التصيق. بسم الله بسم الله شنو هادي؟ بسم الله بسم الله اسي عليك ولا في الكورونا لا ما كاينش كورونا بسم الله المرضو كاملين ماشي مشكل الحمد لله شكرا الله يرحمهم صافي شوي ما يجيني الانسان كيري شاده كلشي لعل الله هو شي مات واستو شي مات والله إذا قتلتينا وحك الله عرفتي صافي عيد لعل الله هو شي مات والمستو شي مات 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 شوف واي اخويا لا شاد الشي بزاف لعل الله الوشيمات والمستوشيم واو تا تنشوفو تنتلواو سير بعد منا سير بحالك شوف عطيك اللي بغيتي غتلقى خلات تمشي بحالك ياك عطيك اللي بغيت وايه وايه تراك نار اخويا نار عافية شاعلة في هاد المركز واو لعل الله الوشيمات والمستوشيمات لعل الله الوشيمات صافي صافي شوف نعيم نعم طلقني اخويا نمشي صافي خليني نمشي بحالي واه غنبقى نتقلى انا هنايا لعل الله الوشيمات والمستوشيمات شو هو مبرد مع راسو وانايا تنتقلى والله زوينه هادي لعل الله الوشيمات والمستوشيمات خبر هذا خويا مع راسك مكيف كاين لعل الله الوشيمات والمستوشيمات لعل الله الوشيمات والمستوشيمات لعل الله الوشيمات والمستوشيمات شوف كبير لعل الله الوشيمات والمستوشيمات لعل الله الوشيمات والمستوشيمات وبحر عندك الكرش بحر لعل الله الوشيمات والمستوشيمات لعل الله الوشيمات والمستوشيمات لعل الله واتي مخدري قلت لك السفرة واتي سيري لعل الله ولا شي بس ولا شي بس شي شوف الله يحفظك تعرف انا مريح فين جالس شوف الله يعطيك الصحه طلقنا الفراشة طلقنا الفراشة خويا صافي بغيت تعذبت ما دور وجهك دور وجهك خاصة وزي فيه وفين هو هو هنا من أخذ إلى الوشم؟ نحن وعلاش؟ وعلاش؟ إذا أنا كيعجبني الوشم وشوفها كانت كتشوف راسها في المرايا بالليل بزاف بالليل كتشوف راسها في المرايا بزاف بالليل وكتشطح بالليل كتطلق عليا جمال هاد الليل ايوا ايوا صافي انا راه فيها ملي كنت صغير وهما جاو تعرفوا عليا يعني انت عاشق منذ الصغر نعم طيب شنو كتعمل لي انت العاشق انا راه كنحميها انا راه كنحميها بحال اش مثلا سنين
يا يلا رجعي. لا اله الا الله. شوف وين تخيل شي حاجه كنحس بها انا واقفه لي فوق معدتي وشي حاجه باغا تخرج. شي حاجه باغا تخرج. خويا راه كنتعذب. لا اله الا الله. لا اله الا الله. زيدك الماء. لا لا بقى لا اله الا الله. يلا نرجعوا من العمود من الاول. شوفي انت ما تقلقي ما والو، عاود تعاوني معايا زيدك. يلا توحيد. لا اله الا الله. 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 لا اله الا الله.